الناس اللي كيسولوا على المواعيد، كيسولوا على رقم تيكي، غير هاد العشيه هذه تلاحوا مواعيد. هاد العشيه هذه بالضبط مع الربعه وربع تلاحوا مواعيد، نشارك معكم تاريخ تسجيل، نشارك معكم الرقم ديال تيكي، ونشارك معكم حتى العمالات ديال الاخوه اللي عندهم هاد المواعيد هادو، ونشارك معكم واحد الكونطرا تريفوكات تلغات، ما كاين لا طاحت من السيستم لا 10 ايام لا حتى شي حاجه، جات الريفوكا بالزربه. بالنسبه لهاد الكونطرا هادي ديال بيروجا الاخ، جاتو الريفوكا ما كاين لا طاحت من السيستم ل 10 ايام لا المرجو مراجعه صاحب العمل لا حتى شي حاجه، لغاو لي بالزربه. المهم نمشيو للخبر اللي هو زوين ديال المواعيد، والحمد لله قلت لكم غير هاد العشيه هادي مع الربعة وربع بداو كيجيو المواعيد. نشارك معكم اولا رقم تيكي اللي عندي هنا 366446. مبروك لهذا الاخ هذا، غادي يمشي ان شاء الله يقدم الدوسي ديالو للفي اف اس جلوبال، سواء كان هو تابع بني ملال ولا كازا، غادي يمشي نهار 1 في شهر 11 ديال 2024 يقدم الدوسي ديالو. كاين ثاني رقم تيكي اخر ديال 366471، حتى هذا الاخ هذا ان شاء الله غادي يمشي للفي اف اس جلوبال يقدم الدوسي ديالو، يقدم الباسبور ديالو لطلب التاشيره ان شاء الله 1 في شهر 11 الاخوان. الحمد لله هذه العشيه هذه راه طاحوا ولا تلاحوا مواعيد، قلبوا الجيميلات ديالكم ومرجوا البارطاج ديال هذا الفيديو هذا، الناس اللي هما كيتسناو مواعيد يدخلوا يشوفوا جيميلات ديالهم واش كاين شي ميساج، كاين شي موعد ولا لا. كيف ما كتشوفوا معايا 366000، وما نساوش وحنا عارفين بانهم راه فاتوا، كاين اللي عنده 330، كاين اللي عنده 340، كاين كل واحد شنو عنده، كاين اللي فاتوا، واكيد من طبيعه الحال غاديين يرجعوا للناس اللي هما فاتوهم. الاخوان هذا الفيديو هذا ما تخليوش يوقف عندكم، خليه يدور باش يعرفوا بان راه مواعيد تلاحوا هذه العشيه هذه، اللي عنده 366000 يدخل يشوف وجه شي موعد ولا لا. اما بالنسبه للتيراج ديال الباسبور الصباح الاخوان، شنو شاركت معكم؟ شاركت معكم الناس اللي عطاوهم باسبورات خاوين، قلت لكم هذه الفئه هذه خاصنا ما نساوهاش، ومن طبيعه الحال خاصنا حتى هي نهضروا عليها. وهذا الاخ هذا تيرا الباسبور ديالو اليوم عامر، كان دافع جوج في شهر خمسة تيرا الباسبور ديالو عامر. عرفتوا امتى كانوا طابعين للفيزا؟ طابعين للفيزا من نهار 21 في شهر 6، وشوفوا انتم داز تقريبا شهر وشي حاجه، هو دفع 2/5/21/6 مطبوع على الفيزا، وراه يلاه ارسلوا لي الميساج باش يمشي تيرا الباسبور ديالو، ومشى الحمد لله تيرا الباسبور، والباسبور موجوده الاخوان، ومن نهار 21/6 وهي مطبوعه على الفيزا، يلاه مشى جاب الباسبور ديالو، حقاش يلاه وصلوا الميساج. المهم مبروك عليه، والله يسهل على الجميع، والعقبه لكم حتى انتم ان شاء الله، واي جديد انا معكم.